سنة بتاخد موضوع جديد. يعني في إحدى السنوات كانت بتاخد جرائم قتل النساء، في بعض السنوات كانت بتحكي عن زواج القاصرات، في بعض السنوات كانت بتحكي ما تسكتوش، كانت بتحكي عن التحرش وإنه التحرش جريمة. لأنه أنتوا بكرة صانعات القرار، بكرة اللي بنطمح تكونوا بالمجال السياسي وتعملوا تغيير للنماذج اللي إحنا بنحتاج لتغييرها، وتكون بمستوى المسؤولية والرؤية اللي المرأة الأردنية بحاجتها لتطبيقها على أرض الواقع. بالهرم التشريعي هو الدستور الأردني. الدستور الأردني بالفصل الثاني حكى عن حقوق الأردنيين، وتناول في المادة السادسة الأردنيون أمام القانون سواء، لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين. هذه المادة موجودة بالدستور الأردني من عام 52. هذه المادة حكت إنه كل الأردنيين سواسية، بس ما حكى بغض النظر عن الجنس. لكن كلمة الأردنيين شو تشمل؟ أردنيين وأردنيات، إذن هم هذول إلهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات. السلام ماذا قال؟ قال استوصوا بالنساء خيرا، اللي هي يعني آخر حجة للرسول عليه الصلاة والسلام. قال استوصوا بالنساء خيرا فإنهم عندكم عوان، يعني نساء رقيقات لا يمكن لا يملكن لأنفسهن شيئا، وإنكم إنما أخذتموهن بأمانة الله. يعني أنتوا هاي المرأة صارت حلال إلك بأمانة الله، ميثاق غليظ بينك وبينها. معاً لإنهاء العنف ضد النساء في المجالين العام والسياسي، لها مكان ومكانة.